الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فكان الدرس السابق التذكير بعناية المسلم الصائم بيوم صيامه وبوقت قيامه بالليل يوميا، بحيث أنه يعظم شعائر الله، يعظم عبادة الصوم، ويستذكر أنه بالسحور عقد بينه وبين الله جل وعلا على أن يؤدي عبادته إليه سبحانه خالصة لوجهه وعلى وفق الشرع. وذكرت لكم جملا من الأعمال الصالحة التي يعتني بها المسلم في يومه في نهاره، وإذا كان إنه أسس صيامه على تقوى من الله ورضوان فهو فائز مفلح رابح في عاجل أمره وآجله. ومن ذلك أنه يراعي مثلا في تأسيس الصوم النية، عقد النية، ولهذا كل يوم له نيته، الإنسان ناوي أن يصوم هذا اليوم، ومن طلع عليه الفجر وهما بيت النية، نية الصيام، فلا صيام له ولو بيتها في آخر لحظة قبل طلوع الفجر. ولهذا شرع وقت السحر وجعل فيه السحور من أجل أن يكون الإنسان عنده نية خالصة لوجه أنه يصوم اليوم تقربا إلى الله جل وعلا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ومن تمام ذلك أن يوقع السحور في وقته وهو قبيل طلوع الفجر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال لأحد الصحابة لما جاء وهو يتسحر صلى الله عليه وسلم، قال للصحابي رضي الله عنه: هلم إلى الغداء المبارك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، فيكون المسلم في وقت السحر يعني يعقد النية وقت السحر، يعني يناوي بالليل لكن التنفيذ هذا في وقت السحر، بحيث أنه إذا غلب على ظنه طلوع الفجر أو سمع الأذان مثل ما يعرف اليوم يكون يتوقف عن السحور بنية الصيام، وقد حصل فضائل السحور، ومن ذلك الاستغفار وقت الأسحار، فيكون أسس على تقوى من الله ورضوان على وفق الشرع على السنة وما يلزم في حال السحور أو السحر وقت السحر من العبادات التي يستهين بها كثير من الناس، يستهينون بالاستغفار بالأسحار ويستهينون في أكلة السحور ويستهينون في الفراغ من السحور، قد يفرط بعض الناس ويأكل وهو قد انتهى الوقت، هذا تفريط. فيعتني في تأسيس صيامه على السحر وقت السحور، يصير أسس على تقوى من الله ورضوان. هكذا عند الإفطار نفس الشيء، وقت الإفطار وقت محترم تراعى فيه أحكام العبادة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، ويخبر أن الناس لا يزالون بخير ما عجل الفطر، يعني بعد تحقق الغروب، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتين: الأولى
عند فطره. ليش يفرح عند فطره؟ لأمرين: الأول اكتمال العبادة، أنه أدى العبادة اليومية على وجه شرعي، وأن الله عز وجل من عليه بأن سلمه من العوارض التي تضطره إلى ترك الصيام، ما يوجب فطرة، فيفرح بأنه كمل يومه. ليش؟ لأمرين: أول شيء أنه أدى العبادة وفرغ منها عند الإفطار، وثانيا أن الله تعالى مسلم له العبادة من العوارض التي تبطلها أو تنقصها، فيفرح عند فطره. هذا الأمر الأول. والثاني يفرح بأنه ثبت أجره عند الله جل وعلا، وأن الله تعالى أحل له ما حرمه عليه في نهار الصوم. هذه الفرحة ذي يحتسبها المسلم، ما تكون على وجه العادة أو الرجوع للمألوف، لا، على العبادة، إن العبادة تأسست على تقوى من الله ورضوان، وختمت في وقت الختم على تقوى من الله ورضوان. هذه الفرحة من الفرح المشروع الذي قال الله تعالى فيه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. فرحمة الله جل وعلا هي الصوم، لأنه شرع رحمة للعباد، واكتمال الصوم وأداؤه على الوجه المشروع على هدي القرآن والسنة، هذا فضل من الله جل وعلا، لأن الله خصك أنت بأنك أديت صيامك سالما من العوارض المبطلة والناقصة، وباغتباط أنك تؤدي عبادتك لله جل وعلا، بينما غيرك عرض له ما عرض من العوارض. فهذه الفرحة عند الفطر مقرونة بفرحة أخرى يوم القيامة، تجدها يوم لقاء ربك. ولذلك النبي قارن بينهما قرانا وثيقا: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. مثل ما فرحت عند فطرك ترجو أن يتحقق لك الفرح يوم لقاء ربك. بماذا؟ بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاختم بخير مثل ما افتتحت وبدأت بخير، راعي في الإفطار التحقق من غروب الشمس، وراعي في الإفطار أنك تعجل ما تؤخر، لأن بعض الطوائف الضالة يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم، وهم أهل أهواء وبدع. وراعي في الإفطار السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، والرطب هو التمر الجني، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، وهو اللي يسمونه المضمود أو غير ذلك. والآن الرطب يحفظ لله الحمد بالثلاجات عند الناس، متيسر يعني. فإن لم يجد، لو كان في مشوار ولا في كذا ولا لحارض ولا شيء، فعلى حسوات من ماء بيدك أو قارورة ماء بنية الإفطار، فتكون على السنة. ثم أنه يشرع الدعاء عند الإفطار، أنك تذكر الله عز وجل، تسمي الله عز وجل، وأنك اخترت ما تفطر عليه، وأنك تقول: اللهم أني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، كما نقل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنك إذا فرغت من الإفطار أيضا تشكر الله عز وجل على هذا، تقول: ذهب الظمأ، الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن ذلك أنك ما توسع الصدر على الإفطار، لأنك مشغول بالصلاة، ما تضيع الصلاة من أجل الإفطار، لأنك ترجع إليه ولله الحمد.
تأخذ ما تيسر وتبكر المسجد، هذا اللي ينبغي للإنسان، وطول نهار الصوم تكون مشغولا بذكر الله جل وعلا، لأن ذكر الله تعالى ذكر من الله تعالى لك وعون من الله تعالى لك على طاعته، ولأنه حفظ وحرز لك من العوارض المبطلات والنواقص، ولأنه أيضا ثقل في موازينك ونشاط لك على طاعة الله جل وعلا، فتكون مشغولا بالذكر في وقت السحر وفي وقت الإفطار وما بين ذلك، ما بين ذلك. والذكر أفضله القرآن كلام الله جل وعلا، لكن الأذكار المشروعة في وقتها أفضل من القرآن العظيم. ومن ذلك مثلا أنك إذا سلمت من الصلاة تذكر الأذكار المشروعة بعد الصلاة، فلا تأخذ المصحف وتقرأ على طول، لا، هذا شيء. والثاني ما تقوم تصلي نافلة حتى تفرغ من الذكر المشروع بعد الصلاة، وبعد الذكر هذا تشتغل بالدعوات المشروعة أيضا بعد الصلاة، فتكون على طريقة شرعية، ما هو على تقليد وعلى إلف أو مجاراة للناس، لا، على عبادة تأتي بها على وجه الشرعي، ولا يشغلك الفضول والتوسع فيه عن الصلاة، بحيث أنك يفوتك انتظار الصلاة ويفوتك أداء الصلاة وتكبيرة الإحرام ويفوتك الانشغال بأذكار الصلاة، أركان الصلاة، أذكار أركان الصلاة، يفكر الإنسان في فطوره ولا في غيره ولا في أشغال دنيوية، لا، ممنوع هذا، تكون في عبادتك مواصل العبادة مثل ما ابتدأت بالسحور والتسحر في وقت السحر، أيضا مشغول في الإفطار والفطور في وقت الفطر، ثم ما بعد ذلك وهو العبادة التي تلي وقت الفطر وهي الصلاة وما يلحق بالصلاة من مشروعاتها ومما بعدها الفراغ منها، حتى تستكمل أجرك وتستوفي حظك من ثواب الله جل وعلا، حيث تثقل موازينك لأنك أخلصت لله تعالى وتقيدت بشرعه وتأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يوميا تراعى، يوميا تراعى، ما يصير أنه على الإلف والعادة، لا، كل يوم مقصود بنيته من الليل إلى السحر، ومقصود في ابتدائه بالسحر، ومقصود في المحافظة عليه، ومقصود بالعناية بالإفطار، ومقصود بما بعد الإفطار، كل هذا تجتهد أن تكمله. وكما سبق المثل إن الشيء بغير الله تعالى لا يكون، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولغير الله، غير الإخلاص لله جل وعلا لا يقبل، فإذا ما أخلصت لله تعالى لا يقبل منك، وبغير مراعاة السنة يكون العمل بدعة، فتجاهد نفسك على أداء العبادة على أكمل وجوه المستطاعة، ما علمته تعمل به وما جهلته تسأل عنه، حتى تكون عبادتك مرضية لله جل وعلا واقع على وفق شرعه يقبلها الله منك. هكذا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني على الشرع كتابا وسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ما يلتفت به لغير الله جل وعلا، ولا يشتغل ببدعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.